سليمان اسكل ألان جيريس مدرب المنتخب اليوم يعلن على القائمة نتاع 26 جوهور اللي باش يشاركوا في المباراة الأخيرة والجولة الأخرى نتاع التصفيات كوب أفريقيا تلعب في مصر. الجولة هذه تونس تلعبها كونتر سويسرلاند لو 22 مارس، ومن بعد فما ماتش أميكال لو 26 مارس كونتر الجيري. الفيديو هذه فيها ترو بارتي، في البارتي الأولى باش نحكي على قائمة اللاعبية اللي عيط لهم ألان جيريس بجوهور بجوهور، وفي البارتي الثانية باش نحكي على الجوهرات اللي أول مرة كونفوكي ليكيب ناسيونال، وخاصة في البارتي الثالثة باش نحكي على الجوهرات اللي أون برانسيب كان ينجم يعيط لهم بما أنهم في فورما قاعدين يلعبوا في ماتشات كبار ياسر. الحاجات هذه الكل نشوفها بعد الانترو. القائمة هذه استدعى ألان جيريس فيها كما قلنا 26 لاعبي، وفيها بريسك 80% من الجولات اللي لعبت في الكوب دي مونت وفي ماتش لاميكال الاخر كونتر المغرب. بالنسبة لجارديان، باش تحاول نقرا البورتابل باش نزرب، عيطوا الفاروق بن مصطفى، معز حسان، وأيمن مثلوثي. في الديفونس عيطوا كشريدة، دراجر، محمد عزوني، لاري عزوني، رامي البدوي، ياسين مرياح، سيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول، وسام الحدادي. في الوسط عيطوا أمين بن عمر، الياس الصخيري، أيمن بن محمد، فرجاني الساسي، بلال السعيداني. وفي الاتاك عيطوا نعيم سليتري، أنيس البدري، سيف الدين الخاوي، بسام صرافي، وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني، فراس شوات، وياسين الشماخي. بصراحه التشكيله فيها بريسك جوهرات اللي قاعدين يكوروا المده ذي واللي قاعدين يعطيوا في روندمون. يمكن فما بعض الجوهرات اللي مش قاعدين يكوروا برشا، كيما مثلا في الجول ايمن مثلوثي، اللي ايمن مثلوثي كما نعرفوه غايب المده الاخرى، جوست كور بارتي اليوم كونتر الملعب التونسي مع الكلوب، وبارتي الاخرى في كاس في الشامبيونز ليغ. يمكن زاد يوسف المساكني رعيته مش قاعد يكور برشا مع جمعيته، قاعدين يهبطوا فيه في يمكن 15 20 دقيقة. أما كما نعرفوا يوسف المساكني مهم ياسر في المنتخب، بالتكنيك نتاعو بالروح نتاعو يلزم ديما موجود. حسب رأي يوسف المساكني قائد نتاع المنتخب، جوار نحبه كبير ياسر. جوار اخر زاد مازال ما ورا حتى شيء في المنتخب، رغم اللي لعبوه برشا ماتشوات واللي برشا عباد يعجب فيهم، اللي هو الخاوي اللي بالنسبة لي ما عطاش ياسر في المنتخب. فما برشا جوارات خير منه في البوست هذيك. دونك في العموم تشكيلة متوازنة، فيها أربع ديفونسوريت ولا خمسة، دوز أريير دروا، دوز أريير غوش، وبرشا دي جوار بوليفالون في الديفونس، خمسة مليو وتسعة تاكونات اللي تنجم تلعبهم دي زاتاكون دي زيلي ودي مليو، دونك تنجم تتصرف في القائمة زي. بالنسبة للجوارات اللي أول مرة عيط لهم في الكيب ناسيونال هو كشريدة لريال دروا متاع ليتوال. بصراحة قاعد يعبر وقاعد يعدي في ماتشوات كبار ياسر، وفي الفيديوهات اللي فاتوا ديما نقول لازم يمشي كيب ناسيونال. صراحة جوار قاعد يعطي في روندمون كبير ياسر. ياسين الشماخي بتاع الكلوب اللي زاد هو قاعد يعطي في روندمون كبير ياسر في الكلوب، وبالتكنيك نتاعو قاعد يعاون برشا فيها. دراجر محمد ولاري عزوني يمكن عيطوه، ما مانيش مثبت لاري عزوني يمكن هبطوه. جوارات هذوما تفرجت عليهم في اليوتيوب، جوارات مش خايبين، اما بصراحه ماك تعرف مش كيما جوار يكور في جمعيته كيما في الكيب ناسيونال، فما جو اخر. نشوفهم جوارات هذوما يكوروا من بعد نجم نحكم عليهم. بلال السعيداني جوار سيلي القطري اللي كان يكور في السابي في الفاز الاولى نتاع البطوله، بريسك عدى فاز تحفونه ياسر، دونك نتصور يستحق باش يمشي الكيب ناسيونال، خاصه انه تو قاعد يكور تيتولير في الجمعيه نتاعو. تو باش نحكي على الجوارات اللي اون برانسيب كانوا يستحقوا بلاصه في المنتخب. نبدا بالقوله، حسب رايي رامي الجريدي اللي قاعد يعدي في بارتيات كبار ودي كلين شيت يعني فيهم مع الترجي، نتصور عنده بلاصه كبيره ياسر في المنتخب. بون عيطوا المثلوثي، المثلوثي يحبوا ياسر جوار اكسبيريمونتي، نحبوا ياسر زاد المثلوثي، اما توا الكنسيونال لازم الحاضر وقتها هو اللي عيطوا له، دونك نتصور رامي جريدي يستحق بلاصه. خميس الثابري بتاع السيابي زاد عنده بلاصته، قاعد يعدي في بارتيات كبار وقاعد يمنع في السيابي، هو اللي خلى السيابي حتى البريود هذه في المراتب الاولى. هذايا فيما يخص الجولة، رغم اللي خميس الثاني عمره 38 عام، نتصور حتى عيطولو تكريم ليه هو. في الديفونس بصراحة هنيد من أربع طراز عمامو حقهم يعيطولو، ودحمان زاد أيه ما ننساش دحمان في الجول، زاد دحمان عنده بلاصتو في الجول. بون ثلاثة جوارات هذوما تاع السياسيس قالوا مشاو لليكيب أولمبيك، بون نتصور لازم يحاولوا يدخلوهم من توا ليكيب ناسيونال، خاصة عندنا كوب دافريك جاية، دونك سورتو هنيد جوار كونفيرمي من أعلى تيراس. في الديفونس زاد نقاز ما عرفش علاش ما عيطولوش، بون فما كيشريدا ريدروا، فما ديلان برون، ما نعرفش علاش نقاز ما عيطولوش. كيف باعيو في الوسط، باعيو نتاع ليتوال بيفو طالع بقوه صغير تكنيسيان، بون بايو مزال صغير، ما طوي لازم ندخلو في كنسيونال باش يعرف الجو، باش يعبر، باش فهمتي ولا يستانس على صحابه، باش تخلق اوتوماتيزم جوار صغير تبني عليه.
ويمكن في الاتاك اللي الحرباوي ديما نقول لازم يعيطوا له. بون الحرباوي قال مع الجيب ناسيونال نتصور كان ينفيتيوه وكل شيء وياخذوا له بخاطره وهو يطيح من روحه شويه، نتصور يعيطوا له ويلزم يستحقوا الجول هذا. راه قاعد نحكي على الكوب دافريك مش الماتشات هذوما، خاطر ديجا كوب دافريك ترشحنا له. ويمكن في الاتاك الحناشي اللي قاعد يعدي في ماتشات كبار رغم العمر بتاعه 35 عام يمكن يستحق بلاصه في المنتخب. حاولت في الفيديو هذه نحكي على القائمه نتاع المنتخب نتاع الجولات اللي يمكن عندهم بلاصه وما عيطوا لهمش، على الجولات اللي يمكن ماهمش الروندمون نتاعهم كبير ياسر. تنجم تتفاعل معايا كان فما جوهور ما قلتوش ولا نسيتو، تنجم تكتب في كومونتير نتفاعلوا مع بعضنا كيك ونحلوا ديسكوسيون صغيره. ان شاء الله تكون الفيديو نتاع اليوم عجبتكم، نتلاقاو في فيديو جاي نقول لكم سلام.